يقول السائل: أصيب شاب في العشرين من عمره بسحر، فقالوا لأهله اذهبوا به عند فلان فقالوا لأهله اذهبوا به عند فلان من الناس، فلديه دواء أي سحر، فهل هذا العمل جائز؟ لا يجوز التداوي عند السحرة، ولا يجوز العلاج عند السحرة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل السحر إلا ساحر. فلا يجوز أنك ترضى بالسحر وعمل السحر، ولا يقال هذا من باب العلاج، لأن الدواء في غير الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. السحر حرام، كفر، السحر حرام وكفر، لا يجوز العلاج به، وإنما العلاج بالرقية الشرعية والأدوية المباحة.